جدا، وقالت ان حضرتك عملت اعمال فنيه جميله جدا في السينما، وعملت حوالي 6 اعمال، وبتسال عن سبب ابتعادك لفتره ورجوعك تاني، وليه ما كملتش في مجال التمثيل؟ والله بص، طبعا أسئلة مهمة جدا، عايزة وقت كتير قوي عشان تشرح انا الموضوع. خلينا نبدا بسبب ابتعاد حلم عبد الباقي الفتره. في ناس كتير جدا بتطلع اشاعات وتقول لك ده الفنان القدير حلم عبد الباقي راح عمل ادى فريضه الحج واعتزل عشان كذا وكذا، وان هو مش هيرجع الوسط تاني والكلام ده. في ناس تقول لا ده قد يكون انشغالات. فاحنا عايزين برضو نعرف الناس هنا السبب الحقيقي وراء ابتعاد حلم عبد الباقي بكل صراحه. والله بص، انا يعني عايز اقول لك، انا لما دلوقتي الوقت اللي احنا فيه ده، لما برجع كده لورا واقول انا عملت كده ليه، ما والله ما ببقاش عارف السبب. بس في الوقت نفسه، لما حجيت، يعني انا كنت في الفتره دي كنت بشتغل نايت كلاب ويعني تمام، كتير يعني زي المطربين موجودين. فالمهم بعد لما حجيت قلت مستحيل اشتغل نايت بالشكل ده كلاب تاني. خلاص، يعني تمام. ده يعني مش هينفع يعني. وبعدين في نفس التوقيت انا كنت عامل افلام، وعامل وليالي التلفزيون واضواء المدينه، وعامل حاله حاجات حلوه محترمة قوي. جدا طبعا. فحصل لي بعض الاحباطات بسبب يعني، مش عايز عشان ما حدش يزعل مني يعني، بسبب الاعلام المصري في هذا الوقت. كان التلفزيون المصري فقط لا غير هو اللي كان موجود. لفترة طويلة من الركبة، الركبة الشمال يعني، فوق 25 سنة تقريبا، قريت بالصدفة علاج الألم وبتاع، وأي واحد في سني يلاقي كلمة علاج للألم يجبط. يعني هقول لحضرتك مثال صغير قوي. احنا في حفلة ليالي التلفزيون كنت أنا ووائل كفوري والاستاذ علي الحجار، مع يعني احتفاظي طبعا بالالقاب الألقاب. يعني. فبعد الحفله التلفزيون بيذيع الحفله تاني وكده، فكنت اقعد اتفرج الاقيهم ما بيذيعوش غير وائل كفوري، مع احترامي الشديد جدا بالرغم طبعا. انك هو شاركت واديت في الحفله طبعا يعني، وادينا، صحيح. وكانت حفله هايله جدا. عارف انت لما يجي لك تحس احباط، بالظلم، ويعني معلش يعني مش من نقول تلفزيون مصر، ببلدك في يعني. كتير جدا كده. احنا حتى احنا النهارده في مصر يا استاذ حلمي فاتحه دراعاتها لكل الوطن العربي. النهارده 90% من المطربين اللي موجودين على الساحه العربيه شهرتهم كانت من مصر. طبعا طبعا، فده مش معناه ابدا زي ما حضرتك بتقول كده ان احنا ننسى اولادنا. هو ده كان بقول لك، كان الموضوع بيسبب لي احباط جامد جدا، لان انا عملت حفله هايله هايله، وكان التفاعل مع الناس وتفاعل الجمهور والنقاد والناس كتبوا عليا في كل الجرايد اللي كانت موجوده. وبعدين تتفاجئ انك تقعد، وانا بقى من عادتي لازلت يعني، انا برضو عادتي الفلاح يعني، انا راجل من الشرقيه من الزقازيق، مش هقعد كل شويه اقول لهم انتوا ما بتذيعوش الاغنيه ليه، ما صحيح. بتذيعوش الحفله ليه يعني، ما خلاص يعني. فحصل بعض الاحباط الشديد جدا بسبب تكرار هذا الموضوع، مش في الحفلات بس، حفلات في برنامج منوعات تلاقي مثلا 10 مثلا 10 اغاني، تلاقي منهم 8 مش مصريين واثنين مصريين. فطبعا ده من ضمن الاحباطات. وفجأة بقى لقيت نفسي انا مش عارف، مش عايز اشتغل، مش عايز العب مزيكا، مش عايز اغني، لانك حسيت انك اتظلمت. بالظبط، حسيت بالظبط. انت مع الناس حاجة، مع الناس حاجة، وفي الاعلام حاجة تانية. صحيح. يعني بجد الشارع موضوع تاني غير الاعلام خالص. على فكرة الكلام ده يعني موجود في جميع الاصعدة، سواء رياضة، سواء فن، سواء الشارع بيبتهج بيك وبيرحب بيك وبيقول لك احنا بنحبك، وتحس ان الدنيا كلها حافظة اغانيك. يعني عايز اقول لك ذكريات دي ملايين والله، دي كانت اول ده مولود حقيقة. بالنسبه لي يعني، او حقيقة. يعني الذكريات دي اللي كانت حطت حلمي عبد الباقي على التراك يعني. طبعا طبعا. فالناس كانت تقابلني اول مره، نشوف الراجل بيعترف ان هو اللي ساب، وانه بيعتذر للبنت او للست او لحبيبته، فده كان جديد في الفتره دي. ف يعني كان موضوع بصراحه يعني، انا عايز اقول لك بس